السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة انفينيت جيم، واليوم رجعنا لكم بلعبة فيجا ذا لونج نايت. يا جماعة الخير اللي ما شاف فيديو سابق يروح يشوف الفيديو قبل ما تشوف هذا الفيديو، لأنه في الفيديو السابق قاتلنا مع زعيم واليوم راح نقاتل زعيم آخر يا جماعة الخير، فروح شوف الفيديو السابق قبل ما تشوف هذا الفيديو. فخلونا ما نطول بالكلام ونبدأ نموت. طيب يا جماعة الخير، كما قلت لكم في البداية ان اليوم راح نقاتل الزعيم يا اخوان في هذه المنطقة، لان هذه المنطقة ما قاتلنا فيه زعيم، ما قاتلناه يا جماعة، اوكي، في زعيم ما قاتلناه في هذه المنطقة، فاليوم راح نقاتل هذا الزعيم وعسى نقتل هذا الزعيم في هذه الحلقة يا اخوان، اوكي، عسى نقتل هذا الزعيم في هذه المنطقة، فادعوا لي بالتوفيق يا جماعة الخير، فخلوني ابدا، اوكي، خلوني ابدا، يعني احس اني انا جاهز يا اخوان، انا احس اني جاهز يعني، يا متنفس ايش فيك؟ ابلع. لا تجيني زين، لا تجيني، تخليني انا قتلك بس، انت لا تتحرك، اوكي، لا تتحرك يا حمار، لا تتحرك، عضربني، تضربني ليش وانا جالس اكلمك بود واحترام؟ زين، عنده اخ ثاني، يا زريب هذا اللي ضربني يا اخي، هيلث مالي في النص الحين، وانا باغي اواجه هذاك الزعيم وعندي فول هيلث. ولكن المشكلة مستحيل يا اخوان، مستحيل في ذا الالعاب مستحيل تروح عند الزعيم وانت يعني الهيلث مالك فل يا اخوان، اوكي، المهم خلونا نتحرك. وين هذا الزعيم؟ وين اسف، شكله هنا يا اخوان، شكل الزعيم موجود في هذا المكان، احساسي قوي يقول انه موجود هنا تحت في شيء يا اخوان، عسى يكون هيلينج بوشن. والله العظيم انتوا يعني احلى ناس. اوكي، ما في شيء هنا، هذا وينه؟ وين هذا الزعيم؟ ها هو الزعيم موجود هنا يا اخوان، انا ليش مستعجل؟ هنا موجود هيكل عظمي، ما شاء الله، عنده اربع اسماك، عنده اربع رؤوس هذا. انزين، تعال تعال، يتفل بعده، يزوع هذا، عنده يا حمار. اي 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 اي، وين قاعد تسوي انت؟ يا اخوان شكله ما سهل. شكل اليوم بنطول يا اخوان. بنطول، اوكي، هذا طاح طاح. هذا طاح، هذا بيسوي شيء. لازم احفظ تحركات يا جماعة الخير. اوكي، اوكي، عنده كذا تشوت يعني، تشوتني. انا بوريك. تعال. لا 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 تزوع، لا تزوع، هذا اتوقع يتحول لقنبله يا جماعه الخير. يا اخوان عندي صح، عندي حركه جديده، شفت هذه الحركه؟ تذكروا هذه الحركه؟ هذا حركه الزعيم السابق يا اخوان لما قاتلناه، اعطاني هذه القوه، هذا القوه، هذا قاس يرفسني، قاس ترفس، ليش؟ كيف ضربني وانا قاس وراه يا اخي؟ ايش هذا؟ ايش هذا يا اخي؟ شليخ هذا اللعبه. تعال 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 يا حمار، بيروح فوق بس باغي يصفعني. ايه شفتوا كيف يا اخوان؟ بيصفعنا، فهم؟ خليني اعقل لي هذا الاسم. ماني احس يا اخي، ما يروح الا هذا، ما يسوي شيء. يا اخوان ما يفيد هذا. ما يثر فيه البر. تعال تعال تعال. انت تحس انه يعني تاثر بهذاك الاسم؟ النار؟ انا ما احس انه يسوي شيء. لحظات خليني اقرب مره ثانيه. لا. لا بس شوي انا رايح ملح. هذا بدي يصفى. هذا بدي يصفى يا اخوان. يا اخوان انا ما سويت الا شيء، هذا هذا ما سويت الا شيء انا. انتم ملاحظين؟ اوكي اوكي، يلا ابلع. تعرف هذه الحركه يا اخوان، هذا النار لازم تضربه في وقت مناسب يعني. لا لا لا، انا رايح ملح. لما يبدا يصفع كذا يكون مشكله. عقله نار. ايوه. تبي يسوي ذاك الحركه. اتوقع اللي لا 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 تبي يطيح. ايوه، هو ما يطيح، يضربوك كذا وتشرد عنه. اتوقع بديت احفظ، بديت احفظ تحركات يا جماعه الخير، بديت احفظ. يزوع ناقص يزوع، اقول لك شلن ابلع، يعني لما يكون فوق ما يتاثر بالنار. هذا اللي لاحظته انا. انا ميت، انا ميت، هذا ما يعرف يوقف.
يعني لما تشوفني يعني هلف مالي منخفض يعني الرجاء يعني ارحمني شوية أوكي. تعال 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 تبي يطيح يا إخوان؟ هذا ويس سوي لي هذا؟ يا حبيبي كيف ضربتني؟ شو هذا الشلخ؟ وي يعني ينصاب بهذا النار ولكن فهمت إنه أحسه ضعيف. يعني حال هذا الاسم الزعيم أحسه ما ينفع هذا السلاح. أوكي لحطه يعني ماشي ما يتأثر أخوان. تب بيتنتف. أوكي انزين أنا ما أعرف إيش أسوي له بالضبط الحين لأن أحس هذا النار ما نفعه فلازم ندور شيء ثاني. لا 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 لا, لا يا الزريبة لا هذا جاي خلينا غير. لا ما قصدي أضرب قصدي أغير. تبي تنتف بيتنتف أو ما يتنتف تروح له. انزين مشكلة ما عندي قوة ثانية غير يعني القوة اللي تغتضر من مسافة بعيدة يا أخوان ما عندي. فهذا الوحيد اللي أحس إنه تأخذ ضربة من بعيد. مشكلته كما قلت لكم لا لكن الحين شفتوا كيف يا أخوان الحين تأثر يا زريبة. تعال أوكي يا أخوان أوكي أتوقع إنه نقدر نقتله بس يبان وإيش نلعب بحذر. أيوه لين وين تريد لين وين تجي يا الزبالة أنت شل هذا ابلع غيره. مشكلة لما يكون فوق يا أخي ميتة ما أعرف كيف كذاك هذا اللي ما فهمت أنا. لا 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 يا حبيبي لا اضرب لا تخلي يا أخي ما يعطيك فرصة. مشكلة ما يعطيك فرصة ولا ويزوع بعده. تعال انزل تحت. لا 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 يا حبيبي لا 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 ما كذا كنا متفاهمين اوكي يا اخي كيف ضربني انا يا اخي ايش هذا يا اخوان كيف يضربني وانا اسمه ذاك يا اخي كنت اتشقلب. اوكي ضربه يا الله ما لا فواقد يا اخي ما كيف اضرب هذا الزبال هذا لازم ادور فرصه مناسبه. اوكي لا 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 يا حمار لا ما كذا ايوه اضرب ما يتأثر لاحظت انه ما يتأثر لما يطيح يا اخوان ما يتأثر كان يقول لي كذا حد يضرب اذا باغي تضرب اضرب كذا كان يعلمني كيف الضرب يا اخوان سوي نفس الحركة اللي سويت انا. صح انك زريبة. لا بيصفع شكرا يا اخي ما يعطيك بيشوتني اوف كان شوي يلمسني. ابلع تعال تحت ايوه لا 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 لا, لا. ما يتأثر واجد اوكي تأثر شوي لا 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 لا, لا. يا اخي ليش كاك ما يتأثر لما يكون فوق ليش؟ ايوه اكيد درق لك انت مسمك. الله ما ينفع كذاك وين هذا لا 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 تجيني لا تجيني لما اقول لك لا تجيني ابلع النار اوكي تبي تنتف ايوه ما بقلش يا اخوان ما بقلش هذا يموت اليوم هذا الزريبه لازم يموت. اوكي رحله اضرب شرد بيصفع تصفع حبيبي الصفع عندي انا. لا 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 هذا مسوي هذه الحركه يكون مشكله لكن هذا ميت حبيبي ميت انت ميت حبيبي نام يلا حياك ايوه انبلعت حبيبي خلاص يا اخوان قتلناه. وش صار هنا؟ اوكي وش هذا؟ هنا شيء بوابة بعد هذا ويش
يو سكارليك. اها اوكي فهمت فهمت يا اخوان. مش هذا هذا يا اخوان يوصلك الى زعيم بعد هذا الزعيم يوصلك الى زعيم الثاني يا اخوان. فلكن اليوم ما بنسوي هذا لا يعني اليوم ما بقى اتضارب مع اكثر عن زعيم يعني اتضارب مع اثنين ما يصير. هذا ويش the first one to glimpse the sunlight the first one who unveiled the truth please forgive us building the tomb in the memorial may you rest in peace at last. اوكي فهنا شكله ما في شيء يا اخوان شيء هذا التابوت فقط. هنا فوق فوق انا ما راح فوق انا اطلع من. قتلت ابوك انا اطلع منه انزل في شيء يا اخوان هنا عسى يكون سلاح ما اعطوني سلاح على بال بيعطوني سلاح شيء اعطوني شيء كذاك مميز ما حصلت شيء انا جولد احلب بس انا على بالي قلت خلاص بيكون في شيء يعني شيء محترم هنا انا ما رحت انا يلا عسى يكون في شيء هنا يا لا اطلع 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 من اطلع في شيء هنا لا ما في شيء خلونا نروح هذا المكان هذا الصوب يعني ابلع انت ما تفهموا انا قتلت ابوكم الكبير هذاك ابو اربع روس ايش حصلت انا حصلت شيء خليني اطيح هذا شكله ما في شيء يا اخوان هنا ما في شيء ما اتوقع في شيء ولا كيف نزقني ما اتوقع في شيء ولكن انا خلينا نروح هذه اللحظات اوكي ما اتوقع في شيء هنا احس كني قاس ارجع ولا كيف انا قاس ارجع خلينا نروح هذا الصب يمكن هنا في شيء وش في هنا لا هذا رجعني من بداية يا اخوان هذا رجعني من بداية ايوه هذا البداية يا اخوان انا دخلت من هنا ترى وصلني هذا المكان ايوه هنا خلينا نسيف يفضل ان اسيف ويفضل اني انهي هذا الفيديو يا جماعة خير في هذا المكان وان شاء الله في الفيديو القادم راح نقاتل الزعيم الثاني انزين فلازم نقاتل الزعيم الثاني على اساس يعطيك شيء يا اخوان فلان نحتاج هذاك الشيء على اساس نستمر في هذا اللعب يا اخوان ونتقدم لا تنسوا تدعمونا باللايك والشير والاشتراك يا جماعة خير كان معكم عادل من قناة انفينيت جيمنج ملتقانا ان شاء الله في الفيديو القادم سلام